الآن عندنا جلسة مهمة جداً، يعني في الأخير كل الكلام اللي جالسين نقوله، العالم الرقمي، المواقع، البرامج اللي قاعدة تشتغل، في محرك رئيسي لكل هالمواضيع هو الإعلان ببساطة. يعني الشركات المعلنة تدفع يعني بالمليارات سنوياً، وهي المحرك الرئيسي لكل هالصناعة، وشيء كبير. يعني جوجل واحدة من أكبر الشركات في العالم، حاجة فوق 80% من دخلها إعلانات ببساطة كذا. يعني فعندنا الآن جلسة مهمة عن الإعلان الرقمي، وراح يكون مدير الجلسة هو عبد الرحمن طربزوني، هو مدير جوجل في المنطقة العربية الناشئة. أستاذ عبد الرحمن تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الجلسة بتكون انتراكتيف قد ما نستطيع أنا والأخوة المتحدثين، فأطلب من الأخوة المتحدثين التفضل للمنصة معي. طيب، بعرف بشكل سريع بالأخوة المتحدثين. على يساري بندر عسيري، المؤسس والمدير التنفيذي لسهيل الإعلان. سيف جيرارد، المؤسس والمدير التنفيذي لتشين ايجنسي. اند شعيب فهد is the regional sales director for GCC Madact. في شخص كان المفروض يكون معنا على المنصة بس اعتذر. ببدأ بشكل سريع، بس أبي أعرف، خلنا نبدأ من تحت، bottoms up approach. السوق، أبي أعرف where are you guys seeing the demand. المعلنين وين قاعدين يتجهون الآن؟ أكبر القطاعات إيش هي؟ وين قاعدين تشوفوا توجه كبير في القطاعات؟ هل هي في البانكينج؟ هل هي في الميديا؟ هل هي في السي بي جي، كونسيومر جودز، اتسترا؟ و جيف اس ا فليفر فور ذا داي تو داي اند ذا اوبورتونيتي اللي قاعد تصير في السعوديه. نبدا فيك. طبعا السيل بدات سنه 2010، ف اي فكره بعطيكم عنها بتكون اخر 3 سنوات تقريبا. أول ما بدينا كانت تقريباً عملائنا الرئيسيين كانوا تيليكوميونيكيشن، الشركات الثلاثة الرئيسية اللي موجودة في السعودية. بعد كذا بدأت تدريجياً البنوك بشكل عام وشركات السيارات بشكل عام، اللي هي كبار المعلنين في القطاعات الثانية غير الرقمية، سواء الجرائد والمجلات والتلفزيون وكذا. طبعا في 2011-2012 لاحظنا انه شركات الاتصالات هي اللي بدات تشد اكثر من غيرها، بدا كميات الاعلانات ونوعياتها تتطور، وبدينا نشوف الشركات اللي كثير يحبون يسمونها شركات عائليه، اللي يعني ما هي شركات مساهمه، شركات عائليه، بدات تدخل برضو في القطاع الرقمي. فتقريبا الان ب 2013 كل السيكتورز، كل القطاعات اللي انا اساسا كنت اشتغل في الاعلان الورقي في الجرائد والمجلات، فكل اللي كانوا موجودين معانا في الاعلان المطبوع الان شايفينهم معانا في الاعلان الرقمي. فبشكل عام سوق يعني تفاؤل فيه كثير، وكل مالنا نشوفه يكبر معانا أكثر وأكثر من ناحية المعلنين. من ناحية التوجهات، أكيد في توجه كبير على ناحية السوشيال بشكل عام، في توجه على الموبايل، بس كلها ما زالت توجهات يمكن تجريبية أكثر من أي شيء ثاني. ما زال الإعلان الديسبلاي، الإعلان المعروض، هي أكبر نسبة موجودة عندنا. طيب بندر، بالذات خبرتك كنت في هذا المجال، أنت كنت في SRMG قبل، الإحصاءات تقول أن لا يزال أكبر نسبة من سوق الإعلانات السعودي في الإعلان المطبوع.
it doesn't make sense. يعني ال demand should follow supply should follow demand. أغلب الوقت قاعد يقضى الآن على الشبكات الاجتماعية والإنترنت، ولكن أغلب الصرف لا يزال في شيء زي الإعلام المطبوع. ليش؟ What do you feel needs to change؟ أنا أولاً ما أعتقد إنه بالضرورة يعني آخر كم سنة لي في الإعلام المطبوع كان واضح إنه في نقص متزايد، يعني سنة عن سنة الإعلان قاعد ينقص. ومهما سواء حنا في أيام الشركة الخليجية أو الشركات اللي كانت منافسة لنا وكذا، حاولنا أن نعطي إغراء إضافي للمعلنين وللوكالات الإعلانية، كان صعب. يعني كانت سفينة قاعدة تغرق، سوري على المثال يعني، بس أنه كان صعب أنك تسوي شيء. أعتقد أنه أولاً النسبة غير دقيقة. أعتقد الإعلان في الجرائد والمجلات، بس في الجرائد خصوصاً في السعودية، أقل بكثير ما تخيلونه. العروض اللي الآن تعطى من الجرائد على التخفيض مرة مرتفعة. أعتقد ليش بقي المسمار الأخير في النعش ما صار، ما زال في كثير من متخذي القرار يمكن من سن معينة في السعودية، ما هو كمستخدم ما يستخدم أساساً تويتر أو فيسبوك أو يستخدم المواقع وكذا، ما زال مؤمن بالجرائد والمجلات. فبقي هذه الجزئية، ولا أعتقد بقية متخذي القرار داخلين في نطاق أنهم يدخلون في الإعلان الرقمي بكافة أنواعه. ممتاز. سيف، that's a good segue. Your agency صار لها فترة تشتغل في المملكة مع عملاء كبار جدا. نعم. لو تعطينا انطباعاتك على السوق وجاهزية القطاعات لـ some of these new trends اللي قاعدين نشوفها، موبايل ادفرتايزنج، فيديو ادفرتايزنج، things like real time bidding as well، السيلز الحية يعني أو السريعة على المنصات، يعني sort of like stock exchanges. اللي منكم ما يعرف real time bidding، it's basically المنصة الدعايات قاعدة تتجه الآن لأنها تعمل كأنها سوق بورصة. فأنت تجي كمعلن تقول أنا شركة أهتم بشرائح اللي عمرها بين كذا وكذا، اللي آخر 4 أيام بحثت عن الكلمات الفلانية وقرأت هذه المواقع، دخل طلبك في بورصة معينة تشبهها بالبورصة وهي تعطيك الأودينسز. فهذا يسمونه real time bidding advertising. فبليز علمنا the readiness، جاهزية بعض القطاعات هنا. أوكي، أنا فيني أبدأ بخبرتنا بالسوق. بال2011 بلشنا نشتغل بالسوق السعودي. كان كباقي الأسواق العربية أغلب المعلنين كانوا بيطلعوا على، خلينا نحكي KPIs simple، يعني مثل CPM. They just want to advertise to see their ads بالإنترنت platforms with channels. فكان الهدف الأساسي تاع المعلنين، خلنا نحكي بال2011 وحتى بال2010 وما قبل، كان فقط الظهور، يعني وجود الإعلان تاع الشركة لدينا بأكثر من منصة، على جوجل، على ياهو، على أكثر من خلنا نحكي موقع كان مشهور. مع تطور الوقت، وإحنا بنحكي عن فترة زمنية كثير قصيرة، صرنا نشوف استيعاب أكبر للشركات وللمعلنين عن شو الأهداف اللي ممكن هم يوصلوا لها، أو خلنا نحكي التارجتس أو الجولز اللي ممكن يوصلوا لها بالإعلان الرقمي أو الإعلان على الإنترنت. مش الموضوع فقط عبارة عن إعلان إنه نشوف البانر أو التكست آد تاع الشركات موجود بكل مكان، زي ما إحنا يعني بنشوف some of the advertisers trying to do. صار الموضوع أكثر ماتشور أو ناضج أكثر، بدرجة إنه المعلنين بيطلعوا على CPC and then CPL اللي هو cost per lead. بالبداية كان البرايسنج موديل بتغير شوي شوي، ولهلا يعني موجود. نحكي عن الكوست بير كليك اللي هو CPC، فيمس، فيري فيمس برايسنج موديل. شوي شوي صرنا نشوف some of the advertisers من الريجن بيطلعوا على نتائج من وراء الإعلانات تاعتهم، فبيطلعوا على bookings to their hotels for example، أو شراء للايتمز اللي بيبيعوها، أو حتى ريجستريشن فورم، تعباية الريجستريشن فورم. صرنا نشوف في تارجتس من وراء الإعلانات، وليس فقط خلنا نحكي بس إعلان على الإنترنت زي ما هو على التراديشنال ميديا شانلز اللي هو الجرايد والمجلات فقط موجود الإعلان. صرنا نشوف تارجتس من وراء الإعلانات. هذا إشي عم بتشوفه يوم وراء يوم، وبنشوف البادجت حتى الميزانيات تاعت الإعلانات عم تتحول شوي شوي تجاه هاي طبيعة الإعلانات اللي هي خلنا نحكي من وراها
في بيجي تارجت. احنا بنشتغل از تشين يعني performance marketing agency, so دائما بنحاول قد ما بنقدر وين ما بنقدر انه نعطي results للاعلانات تاعت الادفرتايزرز اللي بيشتغلوا معنا, بحيث انه يكونوا يقدروا يستفيدوا بالنهايه من البادجتس من من الماني they spend, so they spend it efficiently او we try to help them spend it efficiently. الماركت شوي شوي كمان بتغير من ناحيه الشانلز, او خلينا نحكي وين الناس بتعلن. بنشوف هلا الموبايل ادفرتايزنج, الدعايه على الموبايل از بيكومينج ماتش بيجر. احنا يعني سام اوف اور ادفرتايزرز, بعض المعلنين عنا يعني ما كانوا يعلنوا اي شيء على الموبايل بال 2013, تقريبا بين 20-25% من البادجتس تاعتهم تنصرف على الموبايل. سو بظرف سنتين عم نشوف شفت كبير على الموبايل ادفرتايزنج, لانه الموبايل از بيكومينج مور اند مور كوست افكتيف, وكمان سهل الاعلان عليه مش مثل قبل. شغلة تانية او الشانل الثانية اللي بنشوف عليها اعلانات اللي هي عم بتزيد طبعا الفيديو. كلنا بنعرف قديش مهم اليوتيوب بالسعودية وبالمنطقة العربية كمان. سنس لما بلشوا جوجل فتحوا الاعلانات على يوتيوب, شفنا برضو بيج بادجتس او كميات كبيرة من الاموال تاعت الدعايات عم تنصرف برضو على يوتيوب. بس طبعا هذا بيقتصر على طبيعه المعلن, المنتج تاعه. مش كل شركه, مش كل معلن عنده اصلا دعايه مناسبه للفيديو ادفرتايزنج, او عنده فيديو that he can play for YouTube as an advertisement. وحتى في كم يعني شويه عقبات بنشوفها مع بعض الشركات مع الموبايل ادفرتايزنج, انه ما عندهم لهلا فور اكزامبل موبايل ريدي ويب سايت. سو بصفي الموضوع ما له معنى انه يعلنوا على الموبايل ويبعثوا المستخدمين على ويب سايت ما بيقدروا يفوتوه, او صعب جدا انه يقراوا المحتوى الموجود فيه. ففي شويه عقبات بشوف انه احنا عم نشوفها مع الزبائن تاعونا, انه اوريدي عم بيحاولوا يتخطوها, اوريدي عم بتخطوها حتى يلاحقوا يعني خلينا نحكي السوق. بضل احكي شوي عن الريل تايم بيدينج, بس الريل تايم بيدينج شوي ادفانسد على الماركت هون. احنا بنتعامل مع كم من شركه بيوروب, بس تو جيف يو يعني اوفر فيو اوف ذا ماركت جلوبالي, في تقريبا 40 بليون يو اس دولارز تنصرف كل سنه, او سوري هاي السنه 2013, على الديسبلاي ادفرتايزنج. انا بحكي جلوبال فيجر. Out of this 40 billion US dollars, بنحكي احنا between 10-15% عم تنتقل for real-time bidding advertising. Real-time bidding زي ما حكى وعرفوا عبد الرحمن, هو طريقة أكثر فعالية, أكثر خلينا نحكي efficient, إنه نوصل للمستخدم المناسب بالوقت المناسب. فبيبطل المهم عنا بالطريقة التقليدية بالإعلان, إحنا بنختار خلينا نحكي النتورك أو الشانل أو وين نعلن, على جوجل, على فيسبوك, على ياهو. بيبطل هذا المهم بهالعملية بالreal-time bidding. بصير المهم هو فعلياً اليوزر أو المستخدم, يستخدم وين هو موجود, شو البروفايل تاعه. احنا بنحاول نستهدف بهالكامبين شخص مهتم بالسبورتس, سو هذا الشخص هو بصفي المهم لنا, وبصفي احنا بنلحقه على اكثر من تشانل, على اكثر من ويب سايت, ان اوردر تو سند ذا مسج او الادز تو له. في كيس ستاديز كثيره بتثبت انه الريل تايم بيدنج عم بوفر تقريبا 3 مرات, يعني الكوست بير كليك خلينا نحكي عم بيكون ارخص ب3 مرات عن النورمال ديسبلاي ادفرتايزنج. بنفس الوقت الكوست بير كونفرجن, او خلينا نحكي الفائده اللي بتيجي من نفس الكليك هاي, عم ترخص تقريبا ب20%. سو عشان هيك احنا عم بنشوف, او الستديز عم بتقول انه كل سنه راح يصير في انكريز على السبند اون ريل تايم بيدنج جلوبالي. بالريجن ستيل يعني خلينا نحكي الموضوع في بداياته, بس اكيد حنلحق شو موجود برا يعني. Great. Thank you, Saif. فهد, please tell us about Madict. يعني what are the focus areas, what are your plans for the region, where do you see, وين تشوف النمو القادم في المنطقة بالذات في السعودية؟ Great. هلا ما
عم بنسمع. مش رح زيد كثير انا على الشباب لانه اللي غطوه ان تيرمز اوف موبايل ادفرتايزنج اسبيكت وسبكترم كان كثير واضح، بس رح خبر اكثر نحن توجهاتنا وقد اكسبرتيز اللي بنجرب نستثمر فيها اكثر بالمنطقه بالسعوديه وبمنطقه الخليج سبيسيفيكلي. مادكت از بريميوم موبايل اد نتورك، يعني الكا اد نتورك هو موجود اوريدي ذات ريبريزنتس ان انترناشونال network of different applications that عندهم inventory وترافيك كبير بالمنطقة on the premium perspective، وطبعا representation of a blind network as well اللي هو عدد application spread over different categories ال buying model تبعها بيكون on CPC level. بنفس الوقت في section كتير مهمة on the business development بمادكت هي to acquire premium application to be part of this the network specifically. اللي بنشتغل على اساسه اكثر تمن زيد كمان ونقدر نوضح انه في قسم كثير مهم بالموبايل ادفرتايزنج نيدز تو بي تاكلد هو الكونتنت. الكونتنت هو بالالكترونيك ميديا بالاجمال او باني اذر تراديشنال ميديا از هيرو، يعني هذا اللي لازم يشتغل عليه بالاول وير ات بيكمز ا بلاتفورم فروم فور ادفرتايزنج. هذا الشق اللي عم نفوكس عليه اكثر، تحضير اذا بدك اور مانجمنت اوف ذا ترافيك اند ذا كونتنت دايناميسي لل بريميوم ميديا اللي موجوده بالسعوديه او بالمنطقه الخليجيه او بمنطقه بالميدل ايست او بالمينا ريجن. مينلي هيد الريتش اللي بيصير اللي كان عم يحكي عن اساسه سيف اللي هو وين انت توصل لليوزر تبعك من خلال هذا الاعلان becomes a premium aspect as well. يعني بتكون انت من هالبريميوم كونتنت اللي انت عارفه من هالمعلن اللي كونتنت مشغول على اساسه as a title معروف من هو الاكتيف يوزرز تبعه ديموغرافيكلي اند سايكوغرافيكلي صاروا معروفين. ديرفور ادفرتايزنج بيكمز ات بريميوم ليفل، بمعنى عم بتكبر انت يور سي بي ام، يعني الكوست بير ميل تبعك عم يكبر لانه بالنهايه الريتش تبعك دايركتد اكثر توردز انت مين بدك توصل. بنفس الوقت انت عم بتنظم تقريبا إذا بدك محتوى الإعلانات اللي بيكون كمان as premium as محتوى ال premium content on the media itself as well. So you're taking it into a different level صراحة where the reach becomes much more studied. User becomes much more known. Reach becomes وهذا نوع إذا بدك من ال content اللي عايزته المنطقة أكثر. يعني بتشوف that most of the networks that we represent international publishers that delivers a high إذا بدك traffic or inventory in the region اللي أنت منك عارف إذا واصل لشاب سعودي أو واصل لإنسان عربي أو ال study of the reach منه واضح تقريبا مزبوط على أساسه. Whereas the content العربي اللي نحن عايزينه أكثر reaching to the core of your market audience needs to be إذا بدك betterly managed بالأول، يعني يكون منظم أكثر قبل ما نفكر بالmonetization. فإذا كنا ما نحكي بس من سؤالك على وين ما هدك تحطت إذا بدك ضوء بهيدي المنطقة الموبايل advertising كان من هيدا الخلال. بلش بالcontent creation of a proper content هو local content موجود بالمنطقة، يعني بمنطقة السعودية وبرة السعودية. احنا we've started back in 2011 ببيروت لبنان. Started with this specifically to create the network of premium publishers and then offering advertising for. And then we moved from Dubai to Saudi as well بال 2011-12-13 اليوم. So اليوم we sit on premium content. We try as much as we can to focus on the local content specifically. تنظيمه أكثر to offer it لهالمعلن بطريقة يعني انا مش عم اقدر اعبر مزبوط بالعربي بس the premium aspect of it becomes at a cleaner reach. عرفت اكثر من البلايند نتوركس او the follow on اذا بدك بلايند ريتش موجود اليوم على الموبايل سبيسيفيكلي. مش عم بحكي عن الكترونيك ميديا بالاجمال، عم بحكي بالموبايل سبيسيفيك. So this is a very important aspect of what we focus on تحضيرا لهالباي. وغير هيك هن الفيجرز، يعني to have اذا بدك clearer and more honest figures about the penetration in the market. Active user behavior اللي موجود على الموبايل today، يعني هذا daily bread تبعنا كل يوم نحن بنشتغل على اساسه. تشوف ال penetration per operating systems، تشوف هال active user behavior بالمناطق كلها بالخليج، يعني كانت بالسعوديه بتختلف عن الامارات، spread كمان between different nationalities. هيدا التحضير اكثر بده اياه قبل ما بلش نحكي بموبايل ادفرتايزنج، لانه even 2013 مثل ما قال سيف صار في a higher need for mobile or صار في معلنين اكثر are looking for mobile
بس بالنسبة لي هيدي مانا الموبايل يير بعد. يعني الموبايل بعد ما صار اليوم a proper channel within the digital pie, صار بينحكى على أساسه to be invested in properly لهالأسباب اللي أنا عديتها. فأي جاس في كتير من الاد نتوركس بريميوم ايرن بريميوم اليوم عم يشتغلوا على هذا الاساس. يعني بلشنا لانه كتير صغيره, كنا عم نحكي الصبح انا وسيف انه هالباي بعدها كتير صغيره, الشركة لازم يكون الكل عم تشتغل على اساسها aligned at least تما نقدر نخبص بالسوق, لانه it's a channel talking towards really going towards the future. عم تحكي انت مع شريحه من العالم بعد اقل من 10 سنين, literally اقل من 10 سنين, where the digital started back and picking up in the region in 05 ما وصل exponentially اللي رحت له الموبايل, where everybody will own a smartphone, a tablet, حتى الموبايل internet penetration على التليفونات او على الواي فاي, الكونكشنز بمنطقتنا العربيه عم تتحسن وترخص, which will help you اكثر انك تكون بلاتفورم موجوده انها تخفي كل هالتراديشنال ميديا اللي موجوده. فالواجب هون انه تحضير الانفراستراكشر صح من خلالها قبل ما بلش نحكي بارقام, لانه الارقام بعدها بينتس تنكون كثير واضحين. موبايل ادفرتايزنج اليوم مثل ما قال اذا بلشت على 25% اليوم من 2013 من زبائنهم عم تطلب موبايل ادفرتايزنج. نحن فتنا على قطاع بالايجنسيز وبالكلاينتس, بلشنا بالاوبريتورز لانه الاوبريتورز موجود اوريدي على الكلاينت تبعه, موجود within the ecosystem. اليوزر تبعه هو على الموبايل, they're pushing their advertising through. الاوبريتور والتلكوز كانوا the first believers for the need, the perspective need تبعهم انه يكونوا on mobile display only. من هذا القطاع دفشنا الموبايل display to move them from a CPC model to CPM model, from the blind and اذا بدك الريتش العشوائي الى الريتش المنظم اكثر على البريميوم. Push more for even premium advertising spectrum اللي هن rich media واللي مش بس بالفيديو, بالgamification, بالtracking of engagement, لأنه CTR is not the only metric. يعني تنكون واضحين, يعني إنه click through rate أنت عم تشتري clicks, إن خلصتهم ب X amount of time or X amount of impressions أنت شاري clicks and you're paying a CPC, which is a model that بضاعف كتير the aspect of the pie itself, إنه كيف أنت عم بتنظم ال advertising on mobile. ف الجيميفيكيشنز والانجيجمنت ريتنج صار له قيمه اكثر على الموبايل. وي موفد فروم ذا اوبريتور تو اف ام سي جيز تو ذا بانكينج كاتيجوريز تو ذا اوتوموتيف. ذكر كمان سيف انه الموبايل سبيسيفيكلي عنده اوبجيكتيف كثير مهم صار على الداتا كابتشر اللي هن فور تيست رايز على الاوتوموتيف اور فور فيلين انفورميشن, اسرع بكثير من ما قدمها اوريدي التراديشنال اونلاين اللي كان موجود. صرنا نقول تراديشنال اونلاين يعني لانه صار الموبايل اليوم از بيكومينج ذا نيو شانل ويذن ذا سباي اكثر بكثير ات فيري هاير انجيجمنت ريت. عم بيصغر الكوست بير ليد او سي بي ال نسبه, انه اليوم سي بي امز على الموبايل او سي بي سي واطي والكامبين سايز منه كبير. هنجيها لهذه المتريكس اند ذا يعني واي بيبل ميجر سكسس سبيشلي هنا بالسعوديه. بس منفذ جيد لموضوع البرفورمانس ماركتنج. الان يعني التوجه قاعد يزداد على ميجرينج او قياس نجاح الكامبينز, كي بي ايز توري ريتيرن اون انفستمنت للعميل. بس في لا يزال معضلة تقبل أو انفتاح من المعلنين على embracing هذا الموديل أو فتح كتبهم حتى الداخلية, الـ finances, الـ operational side, الـ business units تدخلوا to build a proper return on investment model. أبي أعرف منك بندر, يعني أولاً هل قاعد تشوف هذه المعضلة؟ ثانياً إيش سببها؟ ثالثاً شلون القطاع كله يتحرك في هذا الاتجاه؟ أول شيء المشكلة هذه موجودة في السوق السعودي, أكيد شفناها كثير وأعتقد أنها موجودة في أسواق كثيرة حول العالم, بس أنه أكيد أنها موجودة في السعودية. طبعاً المشكلة الرئيسية أنه أكثر شيء يميز الإعلان الرقمي مقارنة بالتلفزيون أو الجرائد أو إعلانات الطرق أنه عندك قدرة على القياس وعندك قدرة على تقييم الأداء وعندك قدرة على انك تشوف فعليا ايش العائد على الاستثمار. فاذا الجزئيه هذه ما تحققت في الاعلان الرقمي, الاعلان الرقمي يفقد جزء كبير من فائدته وقيمته. واعتقد هذه واحده من الاسباب انه الاعلان الرقمي في السعوديه اذا قارنته ببلدان كثيره حول العالم تحصل انه جزئي يعني الشير حقه من السوق اقل من بقيه الاسواق. طبعا هذه غير الموضوع الاخر انه مساله قياس العائد على الاسم التجاري او العلامه التجاريه.
هذه قصة ثانية مختلفة كلياً. كل الميزانية التسويقية المتعلقة بالاستثمار على العلامة التجارية طارت منك، لأنك ما تقدر فعلياً تقيس الـ، هو فعلياً تقدر بس في كثير من المعلنين ما يفضلوا أنهم يستخدمون الأداة. أعتقد أنه الطريقة المثلى يعني تطوير قياس الأداء اللي في نهاية المطاف راح يخدم الإعلان الرقمي هو وجود أكيد شركات زي جوجل في السعودية، تويتر الآن عندهم راب موجود في السعودية، أو شركات زي سهيل وشركات اللي مشابهة لها، أنها تخلي الهدف الرئيسي أو الأسلوب الرئيسي في البيع أو رأس حربة البيع استخدام فكرة أداء القياس. إذا استخدموا الفكرة هذه راح يطلعون عن منافسة الجرائد والتلفزيون والإعلانات الطرق زي ما تفضلت، اللي لحد الآن ما هي منطقية القسمة بينهم. فالمهمة ما هي على المعلنين، المهمة على شركات بيع الإعلان الرقمي بكافة أنواعها. المواقع أعتقد أنه كثير من المواقع في السعودية الفكر الأساسي فيها مو فكر تجاري، عادة يكون فكر اجتماعي أو عنده أهداف اجتماعية وأهداف شخصية وأهداف كذا، بس الفكر التجاري هي مسؤولية شركات زي شركة سهيل أو جوجل والشركات المشابهة لهم، أنهم يخلقون الفهم لدى المعلن أنه هذا خيار لازم تستخدمه، هذا فائدة الإعلان الرقمي، فإذا ما استخدمته أنت قاعد تضيع فلوسك. عندك أمثلة يا بندر عملاء محليين دخلت عليهم داي وان هذا المفهوم كان صعب والآن تغيروا، يعني في 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 ماتريكس تقدر تشارك فيها أو قصص نجاح بدون ذكر أسماء of people who switched or حتى KPIs that were understood by the CEO or the CMO or the decision maker وشفت المنتاليتي happened في الشركة نفسها؟ أكيد أنه يوم بدينا ب 2011 كان في عدد من المعلنين يشتغلون إعلانات مثبتة على المواقع الفيكس بانز، وهذه قاتلة، هذه ما لها أي دخل بالإعلان الرقمي أساسا، وهذول معلنين كبار وميزانياتهم كبيرة، ومهما حاولت تعطيهم فكرة عن أنه الإعلان الرقمي مبني على أساس المشاهدات وأنه المشاهدات بعدد معين وأنه تحسن الأداء وكذا، بس الفكر اللي جاء من خلال الإعلان في الجريدة أنه يفتح الجريدة ويشوف الإعلان قدامه ما زال كان متأصل فيهم. 2012 وعندي قصص كثيرة للحملات بعد ما أقنعناهم أنه يقبلون على مبدأ المشاهدة، يتصل عليك بعد ما تبدأ الحملة بساعتين يقول لك الإعلام ما شفته، أو صاحب الشركة يقول الإعلام ما شافه وكذا. هل المعلنين اللي ب 2011 و 2012 شفناهم ب 2013 يتغيرون؟ أولاً يلغون مبدأ الإعلان المثبت على المواقع، لأنه برضو تواجد شركات بيع إعلان رقمي برضو فرضت عليهم أنه هذا خيار غير متاح أساساً، لازم تتركه. الشيء الثاني أنه صار عندهم على سبيل المثال واحدة من شركات الاتصال في السعودية صار عندها أب ستور، سوق للتطبيقات، فالحملة المتعلقة بسوق التطبيقات كان مربوطة بأداء سوق التطبيقات وعدد التطبيقات اللي يتم إنزالها من المتلقين للإعلان. فالتغير بادي يصير، شفناه أكثر من مرة في أمثلة كثيرة، بس أرجع أقول حنا ما زلنا في بداية الطريق، وأنت أكيد تشوفون عندكم ما زالت النسبة الخاصة بالإعلان الرقمي مقارنة بالإعلان الطرق، أنا أعتقد الجرائد انتهت النقاش عليها، بس إعلانات الطرق والتلفزيون ما زال طاغي بشكل كبير جدا على الإعلانات الرقمية بشكل غير منطقي. شكرا. سيف، بديتوا كسيرتش يعني performance agency، نقلة البراند ادفرتايزنج او البراندنج وكروس سولوشن اوف ثينكينج سوشيال فيديو موبايل من ناحيه براندنج مو بيرفورمانس، كيف قاعد تشوفها وكيف قاعدين تفكروا فيها حتى مع عملائكم حاليا؟
زي ما حكيت انت بلشنا احنا از سيرش ادفرتايزنج ايجنسي، مع مرور الوقت تطرقنا نشتغل على اكثر من جانب، مثل ما حكيت هلا احنا بنشتغل على سوشيال اسبيكتس اند فيديو اند موبايل شانلز. خلينا نحكي بالنسبه للبراندنج، انا برجع بقول في حتى عندنا المستوى اوف خلينا نحكي الوعي تاع المعلنين الايجنسيز الزبائن عم بيرتفع، بحيث انه برضو يشوفوا ار او اي او عائد على الاعلان بالنهايه. حتى لما نيجي نحكي عن براندنج كمان فينا احنا بالانترنت ادفرتايزنج نقيس قديش هالبراندنج اكسرسايز واز سكسسفل. بالاوفلاين ما كان في تولز، خلينا نحكي بالتراديشنال ويز اوف ادفرتايزنج ما في بروبر او ايزي تولز تو ميجر سكسس اوف اني براندنج كامبين. بس بالاونلاين ستيل في عندنا شويه تولز ذات وي كان يوز تو بي ايبل تو ميجر اند مونيتور ذات، منها اهمها يعني اناليتكس. جوجل اناليتكس از وان سوفت وير ذات وي يوز احنا تو ميجر ذا انتر اكشن from the users on our clients campaigns. بغض النظر it was a branding campaign أو لا، we can still go to the website of the client and understand the full journey of the user on the website. وين كان، من وين أجا، قديش قعد على الويبسايت، متى طلع، ليش طلع، did he come back again ولا لا. So بصير عنا ability أو قدرة أنه نعمل profiling of the users اللي بيزوروا الويبسايت تاع الزبون، وبالنهاية بنقدر إحنا to either retarget them أو حتى نغير الكامبين تاعتنا كيف البلان ماشي. يعني إحنا في عنا مثلا بالبداية we cannot be 100% sure أنه هالكامبين this is the best media plan لإلها. مع الوقت في شيء اسمه optimization، يعني this is the beauty of online، أنه you can optimize at any single point of time at any level you want in the campaign based على results that you can see. So أنا برجع بقول أنه كتير كتير مهم الواحد يقدر يرجع يشوف الكامبين وشو النتائج تاعتها، وبناء عليها يرجع يعمل feedback to the media plan اللي هو برجع اللي هو بيشتغل عليها، ويقدر يعدلها on the spot. So مش لازم نقعد نستنى تيخلص الإعلان وبعد شهر ندرس النتائج تاعت الإعلان وشو صار بالبراند وشو صار عنا بالكامبين awareness in the market. لا، we can do that to a certain level. طبعا we can do that while احنا we're doing the campaign. So احنا هذا اللي فعليا بنساويه مع الكلاينتس تاعونا. في عنا either weekly optimization او daily optimization depends على اللينكث او خلينا نحكي طول الفتره الاعلانيه، من خلاله بنقدر احنا نرجع نعدل الميديا كامبين. سو جوابا على سؤالك، نقدر احنا نقيس البراند انجيجمنت بالكامبينز، يعني خلينا نحكي نقدر نقيسه، في عندنا شويه ابيليتيز اند تولز تو دو ذات. بيرفكت. وفهد، مبدا البريميوم كونتنت او البريميوم ابلكيشنز فيرسز اللونج تيل versus long tail أو الذيل الطويل من التطبيقات. في خضم عالم الآن قاعد يصير فيه أشياء زي real time bidding اللي سيف تتكلم عنها، ومبدأ audience buying و targeting to the level of the individual. بس أبغى أخذ منك نظرة مستقبلية شوي، مفهوم premium versus long tail، هل يعني كانت survive أو تظل حية a few years in advance لما these targeting options و that type of measurement to audience buying becomes widespread? Where are you seeing it? Premium content offers you exactly the same. يعني كل اللي تفضلوا فيه الشباب is exactly on mobile specifically where it becomes like يعني ما عليه حتى لو مرقت شوية إنجليزي بس بحديثة تقدر يوصل يكون واضح مظبوط. mainly the premium content accepts all kind of targeting options and understanding of إذا بدك the campaign's engagement as well. يعني targeting option على premium content are exactly the same on online content. You can target by device, you can target by operating system, you can target by connection status, you can all kind of targeting on the premium bundle or the premium publisher or application هي موجودة نفس الشيء. الميجرمنتس اللي بتصير على الالكترونيك ميديا
بتصير على البلايند نتوركس او على البندلز كثير طوال ثرو كاتيجوريز او على الريل تايم بيدنج اللي هو على البلايند نتوركس اند ات هابنز ات ذا سيم تايم بنفس الطريقه اون ذا بريميوم اكوردنجلي ذا بريميوم كمان وي دو اكزاكتلي ذا سيم اوبتمايزيشن اللي تفضل فيها سيف اوبتمايزيشن ايضا ديلي الاوبتمايزيشن اكشنز بتختلف بكثير انواع ممكن تكون من تشينج اوف كرييتيف اذا اليوم الانجيجمنت ما عم بيكون كثير عالي او الكرييتيف از نوت ريلي سبيكينج تو ذا اودينس انت موجود عليها ممكن يكون بكيلينج ا بانر اند درايفنج ترافيك تو ا ديفرنت اد يونت عم بتجيب ترافيك اكثر او عليها انجيجمنت اكثر هول اذا عم بتقول بالنسبه للميجرمنت والانجيجمنت تولز اللي موجودين على البريميوم فيرسس بلايند اذا هذا كان سؤالك مور خليني اعطيك مثال معلن سعودي مثلا يبدا في البدايه يفهم قيمه وقاعدين نمر فيها الحين يفهم قيمه موقع جريده معينه انه this is premium فانا ابغى احط البانر عليها الجريده تحط سي بي ام عالي لانها تحس نفسها انها بريميوم ببلشر بس ولكن مع الوقت القيمه اللي انا الفالي بروبوزيشن كببلشر بريميوم اعطيها قيمتها حتقل امام التقنيات اللي قاعده تظهر الان اللي تقول لك regardless of the publisher content اللي موجود انت يا معلن همك الاخير المستخدم وانا اي كان تارجت هذا المستخدم هذا السؤال هذا اي مستخدم المستخدم النهائي سو بس كيف عم توصل له انت اذا نوت اون بريميوم اعطيك اكمل لك المثال احمد قاعد يقرا جريده اكس واحمد راح وقرا مدونه بسيطه مدونه بلوغ بلوغ ذا كوست او القيمه للوصول لاحمد على الجريده كان مثلا خلينا نقول مبلغ وقدره الكوست اوف ريتشينج احمد على المدونه كان عشر المبلغ فسؤالي يعني مستقبليا هاو كان بريميوم ببلشرز ديفند البرايسنج بوينتس هذه كيف تشوف مستقبل الإعلام المميز في خضم تقنيات will diminish the value of delivering a message through إعلام مميز أنا ما بلاقي في تناقض بالشقين honestly يعني بعتبر نحن whenever we even plan a certain campaign عم بيختلك من معلن معين إجا عم يعمل planning لكامبين تبعه on specific budget عنده مبلغ معين وعم يعمل planning based on objective مزبوط ولا لا الobjective تبعه ممكن يكون high engagement through the ad or he awareness campaign هو عم بيقدمها او ممكن تكون engaging campaign هو عم بيقدمها او ممكن تكون على الموبايل specifically a click to download or a click to action اللي هي for calls so on and so forth اليوم المعلن صار كمان عنده نسبة من الثقافة about their brand DNA كتير عالية جدا يعني they know exactly مين بده يكون القارئ او مين بده يكون ال end user اللي هو بده يوصل لعنده الريتش دائما هو مهم جدا بصب على سؤالك موضوع الريتش البريميوم اليوم بالوقت اللي عم نحكي فيه هلا الريتش تبعه منه كبير بس this is where the future is going يعني at the end of the day اليوم اذا عندك معلن او عندك بكاتيجوري اللي هي ongoing news content daily arabic نعطي اكزامبل حيلا جريده اليوم موجوده بالرياض مجلة الرياض او المدينه او عكاظ او هالبريميوم تايتلز اللي موجودين اللي كانت تأمن بحدود 12 مليون أو 14 مليون impressions a month عم تعطي 35 to 40 مليون من 2012 لل 2013 so عندك growth in terms of activity on the application عدد users عم بزيد عدد users that the objective of the campaign pays justice to يعني اليوم عكاظ أو المدينة أو الجريدة whatever is عارفين من الactive users تبعهم من أي أعمار من أي جنسيات من أي gender, they know about their psychographics. صار في tools through the premium today بيعطيك حتى profiling لليوزر. Softwares that we use بيقول لك هيدا اليوزر preferentially يعني شو preferences تبعه that are daily through the activities and based on this you can drive your advertising for. Advertising on mobile or on digital specifically إذا ما كان customized ما له معنى. روح on traditional media يعني عم نشوف الفيديو ads on YouTube أو غير video platforms they're still not active enough to talk to the user of this platform specifically ما بيلقطوا بيقلك skip within 5 seconds أنا بشارتك إنه فوق 80% من العالم they would skip before the 5 seconds on YouTube ad because at the end of the day you went into this platform to watch your channel or your music or your ad or whatever it is but not an advertisement so if within this
specific timing ما لقطك الادفيرتايزمنت as a user of a video platform you've lost your impact. ف on premium knowing your user هيدا ماجنت للمعلن ماجنت للمعلن where it's growing exponentially. يعني اليوم blind reach هلا انا بعرف انت من وين عم تجي يعني where you come from based on this debate specifically. I'm not telling you today that I can force within a certain budget على reach معين on premium بس اللي هما publishers معروفين بالمنطقة and كانوا through different categories news, music, content, entertainment you call it على كل البراند categories اللي هن من التلكوز للFMCGs للautomotive so on and so forth without the need of a blind or new technologies. The buy is for reach perspective on a CPC level الخيص بس عندك عواقب كتير فيه لأنه هيدا الريتش أنت منك عارف من هو عم تشتري كليك you don't know where this click went. إذا كانت هلأ في the new thing about the fat thumb click اللي هي في كتير clicks are wrong clicks or fake clicks or so on and so forth عم تشتري أنت على أساسها ما في measure ما في tagging measure مزبوط اليوم على landing pages or على mobile assets of every client to understand is that the engagement is high through this فيكون مثل ما قال سيف في a proper study of ROI where on a CPM level on the premium هذا كله راح لأنك أنت واصل لشريحة معينة أنت بدك تحكي معها البروفايلينج تبعها واصل عندك already where you customize your ad accordingly من هون example video ad على يوتيوب or any other video platform. So في تطوير and improvement على كل الأطرفة على كل ال entities مش بس ال ad networks مش بس المعلنين مش بس الميديا agencies في إذا بدك fine tuning بده يصير across where this future يعني تنروح على مستقبل كتير أوضح بالإلكترونيك ميديا أو again أنا ما بحكي إلكترونيك ميديا بحكي موبايل تكون كتير واضح لأنه the understanding of the mobile ad is totally different than desktop يعني حتى عم بحكي tablet and phone غير traditional online من كيف الactivity بدها تكون من الcommunication من messaging من الobjectives انت اليوم على الموبايل تبعك so the ad needs to talk you need to be very personalized through because you're on a very personal device so كلهم هولي عواقب بصبوا انا بتخيل على خط where premium is going on a way much more steady aspect. شكرا فهد. شكرا. نفتح المجال للأسئلة الآن لو ترفع يدك من السيدات أو من الرجال. My question is about mobile advertising and the cost per or iPhone pay per download. Shouldn't you buy any besug? Do you see this as becoming a bigger part of companies' budgets? Safe, you أنا بقدر أجاوب على السؤال من خبرتي يعني مع ال خلنا نحكي الكلاينتس اللي بنشتغل معهم احنا من حتى هلا يعني في عندك كليك تو داونلود في عندك CPI اللي هي كليك بير انستاليشن اكزاكتلي في عندك كليك تو كول كمان كامبينز يعني في ديفرنت تايبس اوف ادفيرتايزنج على الموبايل برجع بقول هذا ممكن يكون فيري سبيسيفيك تو فيري سبيسيفيك يعني فيري سبيسيفيك واي اوف ادفيرتايزنج تو فيري سبيسيفيك كلاينت يعني انا بقول لك يعني احنا هلا مثلا ريسنتلي اشتغلنا مع وان اوف اور كلاينتس ذا بيجست مساج نتورك بالامارات سو بالبدايه ما كان عندهم اي خلينا نحكي كانوا بيشتغلوا سيرش وبيشتغلوا ديسبلاي ادفيرتايزنج بيشتغلوا ايميل ماركتينج موبايل از وان اريا ذي ديدنت تاب انتو او ذي ديدنت تراي تو ادفيرتايز اون بتتفاجأ إذا بنقول لك يعني we did jump in their revenue the total network revenue by doing click to call campaigns on Google network و other networks as well very simply إحنا we target the user before let's say the certain times of the day where إحنا نتخيل إنه he's more ready إنه to use this service فالبرايسنج بيختلف طبعا من بلد لبلد من منطقه لمنطقه وحتى بير اندستري اوبفيسلي يعني بس اتس فيري يعني اتس وركينج فيري ويل ف اي سي يعني اي سي ذس كومينج مور اند مور اوفن سمارت واي اوف ادفيرتايزنج تو اور كلاينتس بينج بارتنر وذ ذا كلاينت اند ريلي جيفينج هيم او ذم ذا رايت سولوشن مش بس وي جاست وونت تو ادفيرتايز اونلاين يو نو فهد
انا بس I want to add something about the CPI model which is becoming very new as a trend هلا بالسوق. On specific networks كان CPC is a very famous buying model. CPC and then كانوا يجوا يقيسوا conversion rates. بدي ارجع سطر بس on case studies basis لانه وقت نكون ببانل افضل نعطي case studies ونعطي وقايع يعني صارت مضبوطة بالسوق. وتنصب between blind and premium again يعني البلايند اند بريميوم اللي هو نفس الريتش مضبوط السي بي سي كان يفرق بس نحن توصلنا للسي بي اي موديل بالاسواق وير بيست اون كيس ستاديز اون كونفرجن ريت قديش صار السي بي اي واطي تنقدر نعرضه ايه ولا كونفرجن ريتس اون بريميوم نتوركس اور بريميوم ببلشرز او ابلكيشنز ار ريتشينج اب تو 50 اند 60% ان سعودي سبيسيفيكلي فيرسس 12 اند 15% through other networks. أنا ما بدي أحكي ولا سمي مين النتوركس. But these were studies of small budgets that we had tested before launching and Atmatic to have a CPI. CPI هو الـ cost per install مثل ما قال سيف needs to be directed to a very very specific objective. The objective حتى ممكن يكون على installation of specific application for the banking sector or معلن هو app نفسه. وير دور الاد نتورك انه يكون عنده مونيتورنج اس دي كي بقلب الاب يعني الاوبتمايزيشن تقدر تصير وتوصل لاوطى سي بي اي بوسيبل او تقدر يكون عندك اعلى ريتيرن اون انفستمنت مش قد الانستوليشن نفسها هي دول الاغلاط اللي عم بتصير بالباينج موديل هو شو بيصير من بعد الانستوليشن This is how you can capture your active users still communicate with your active users and keep them on the app to create for your publisher a premium community هيدي بس اللي كنت بدي زيدها about this new trend اللي هلا عم تتفاعل بالاسواق بالعربيه يعني شكرا سؤال من قسم السيدات مرحبا في صوت الحين راح الصوت مرحبا ريهام خريجة جديدة تسويق حابة استفسر يعني تنصحوني انه اتجه للاعلان الالكتروني وايش ممكن الفرص اللي تكون متاحة لي وايش ممكن التوجهات او التحديات اللي راح اواجهها كشخص يعني كشخص داخل هالمجال وجديد عليه شكرا سؤال جيد بندر اكيد انصحك انك تدخل الاعلان الرقمي السوق لسه جديد عمره يعني احنا بدينا ب 2008 ايام الخليجية اونلاين فالسوق ما زال جديد التحدي الاكبر اللي اي شخص في الاعلان الرقمي والتسويق الرقمي بشكل عام راح يواجهه انه اذا ما طورت نفسك بنفسك التكنولوجيا راح تسبق فيحتاج ان يكون عندك شغف بالاعلان الرقمي غير كذا خلال أشهر راح المعلومات اللي تكون موجودة عندك راح تكون قديمة فأهم تحدي إنه كيف تطورين نفسك أو الإنسان العامل في الإعلان الرقمي يطور نفسه بأسرع من اللي قاعد يتغير السوق أي أسئلة ثانية؟ في سؤال في الرجال السلام عليكم أكرم العديني أنا متخصص في التسويق الإلكتروني أنا بس عايز أرجع إلى ما قاله الأستاذ بندر في أنه في الآن مشكلة بتكون ما بين الشركة وما بين العميل يعني معظم العملاء لما تيجي تتكلم معه على موضوع الـ CPC والـ CPA والـ Open Rate Click Through Rate هو مش عارف إيش هذه المواضيع بالضبط فزي ما تفضل الأستاذ بندر بيقول لك والله اتصله بعد ساعتين قال له أنا ما شفتش الإعلان حقي الموضوع الثاني موضوع الكوادر الآن معظم الشركات أنا كنت في دبي قبل فترة معظم الشركات اللي بتشتغل في الديجيتال ماركتينج شغالين مع جنسيات آسيوية تمام فين الشباب العربي مين راح يأهلهم في مبادرات جوجل قامت بها من فترة لكن ما كانش فيها تفاعل كبير يعني فتعليقكم على هذا الموضوع شكرا على نفس نقطتي بس لو تعطينا سؤال يعني
لا يمكن الجزئية الأولى هل في حل تقصد لل الشركات؟ أقول لك إحنا إيش سوينا بسهيل. أولاً يحتاج تواصل مستمر مع العميل، ما كان في حل ثاني. يعني فريق المبيعات لو يحكي لك القصص اللي صارت له من عملاء يلغي الحملة بعد ما تبدأ بيوم لأنه ما شاف الإعلان كثيرة. كان الحل الوحيد أنه نعطيه بقية الحملة مجانية ونرجع له بعد 3 شهور ونعطيه، إذا كان عندنا مثلاً إعلانات على الموبايل، كنا تونا مطلعين إعلانات على الهواتف الذكية، نعطيه حملة مجانية على الهواتف الذكية. إذا آمن المعلن أنك ما عندك أهدافك دائماً طويلة المدى معه، أنه تبني معه علاقة مطولة، راح يرجع لك مرة ثانية حتى لو ما كان فاهم إيش هو CBC ولا CPL ولا. فالحل اللي سويناه في السيل والحمد لله كان ناجح، أنه كان دائماً نسعى مع المعلنين إلى علاقات طويلة المدى. بالنسبة للجزئية الثانية المتعلقة بالكوادر، أنت ما تتخيل أول ما بدينا ب 2008 يوم بدينا الخليجية أونلاين كانت صفر الوضعية المتعلقة بالكوادر والموهبة في الإعلان الرقمي والتسويق الرقمي. وعبد الرحمن حتى يذكر أيامنا في تلك الفترة. الوضع قاعد يتحسن كل ما زاد الاستخدام للمنصات زي تويتر وزي فيسبوك وإنستغرام وكذا، بيزيد الشباب والشابات اللي عندهم رغبة أنهم يدخلون المجال، وكل ما زادوا هالأساس راح يزيد عندك ناس عندهم موهبة أكثر وعندهم قدرة أكثر على تغيير السوق الإعلاني. وصراحة حنا في سهيل وفي الشركات اللي معانا كلها، وأنا متأكد حتى في جوجل، الحصول على كوادر من المنطقة العربية ما هي أساساً خيار اجتماعي بقدر ما هو خيار لمصلحة العمل. يعني دائماً المقولة الاعتيادية أنه ما يفهم السوق العربي إلا الشخص اللي العربي، خصوصاً ما يفهم السوق السعودي إلا شخص من السعودية وكذا، هذا واقع. يعني أي مالك لشركة بيقول لك أنا أفضل أني أجيب واحد يخدمني على المدى الطويل لأنه فاهم المستهلك اللي موجود عندي. فالنظرة كانت سوداوية جداً قبل 5 سنوات، الحمد لله النظرة أكثر تفاؤلاً، وإن شاء الله خلال السنوات القادمة يزيد بعد الكادر العربي في المجال هذا. أنا بس أعقب بسرعة على النقطة الأولى. في أنا بالنسبة لي بشوف الموضوع فيه two layers، أو خلنا نحكي جانبين. جانب الأول في دائما بده يكون من الايجنسي أو الجهة اللي بتدير الإعلانات تاعت الزبائن، اللي هو education process. في احنا هذا الشيء، يعني احنا دائما وي فيست أو بنواجهه مع الزبائن تاعونا، خصوصا اللي ما عندهم خبرة كبيرة، لازم يضل في تواصل دائم مع العميل بحيث انه نقدر نعطيه ونفهمه ونشرح له الاساسيات اللي هو لازم على الاقل يكون واعي عليها. الشغله الثانيه اللي هي في موضوع الثقه. موضوع الثقة شيء كثير مهم. الموضوع في جانب بشري أو عوامل إنسانية بالثقة بين الأفراد. الشغلة الثانية في أنت where you can depend on is technology. وأنا بركز كثير وأي ستريس على التكنولوجي لأنه it's a third party you could يعني use a third party tool to verify your ads. فالمشكلة أنه مش كثير خلنا نحكي الايجنسيز أو الكلاينتس بيعرفوا عن الموضوع، بس البست براكتس لما تطلع حملة إعلانية أنه أنت تقدر تثبت أنه أنت you're serving the ads through a third party which is an ad server basically. ف double click is a very famous ad server. Double click is by Google. وفي many other ad servers which is a third party that testifies or allows you to certify the numbers انت you deliver to your clients. انه والله we have served هالقد impressions or هالقد clicks. It's not what we say. This is a third party, usually independent party that can verify that. So في solutions لهالموضوع. أنا بدي زيد على هذا الموضوع بس from a service provider perspective، لأنه اليوم عم نحكي from an agency and the service provider. عم نواجه مشاكل مع الأجنسي so far الموجودين اللي هن big agencies or middle agencies or agencies مبلشين جديد in the region specifically. تقسيم structure within and the communication with the client عم بتكون كتير overloaded، where بحط شوية مسؤولية على service provider كمان، وقت نكون عم نحكي بنيو channels، عم نحكي بالchannels اللي هن digital or subsections within the digital اليوم approach، لأنه كل يوم عم يخلق عنا شيء.
and the new product that we can offer as well. The education system, ونحن بنعرضه as a service provider to the agencies, إنه إذا اليوم بتكون overloaded in a perspective to go and offer your client a new technology and a new opportunity, the service provider needs to be aligned and the partner on this front as well. تمروا عند زبونات نحن to educate them on new on new digital channels or new advertising opportunities. عم نشتغل هذا الشيء مع الـ agencies اليوم. We go with them to their client. We educate their client with them. We help them in their tasks specifically لأنه بهذا المجال في education كتير عم بيصير. يعني we need a lot of education and we are exposed to this much more than the client اللي هو عم بيشوف on a macro level. We do this as long as we always secure the rates with the agencies. We don't discuss this with the client. We don't know what فهذا واجب الagency واجب service provider as well. Great. الوقت داهمنا. أبغى أشكركم جميعا. فهد، سيف، بندر، شكرا للحضور. والسلام عليكم. شكرا.